شكرا جزيلا. حقيقة هو شعور جميل جدا، لأول مرة حسب علمي تقام احتفاليات بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس العلاقات العراقية الكورية. هذه المناسبة ستكون مناسبة جميلة جدا، هناك فقرات عراقية كورية فلكلورية غنائية تراثية حضارية، لدينا الكثير من المشتركات الحضارية والقيم الإنسانية التي نشترك بها بين العراق وكوريا، وشكرا جزيلا على حضوركم هذه الليلة وتشريفكم لنا.이라크는 과거 전쟁과 테러의 아픔을 빠른 속도로 극복하기 위하여 재건과 경제 발전에 박차를 가하고 있습니다. اليوم تشهد العلاقات العراقية الكورية مرحلة مهمة في ظل استمرار الدعم الكوري للعراق. 존경하는 루이스 하바 국회에서 한 이라크 Embassy of the Republic of Iraq. اليوم امتدت العلاقات العراقية الكورية 30 عاماً، فهي علاقات متميزة أثمرت عن مشاريع كثيرة تم بناءها في العراق ولا زالت موجودة ومتميزة. لذلك نحن اليوم أمام 30 عام جديدة من العلاقات، يجب أن نبني بنية تحتية مناسبة تناسب حجم العلاقات في المرحلة القادمة التي نريد لها أن تكون أفضل وأكبر مما مضى بكثير. نأمل أن يكون هناك تعاون بين وزارة التخطيط وبين وزارة البنى التحتية من أجل تفعيل القطاع الخاص والاستفادة من التجربة الكورية. شكرا جزيلا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشرفنا هذا اليوم الدار العراقية للأزياء بالمشاركة في حفل انطلاق الذكرى 30 للعلاقات الدبلوماسية بين العراق وكوريا الجنوبية. في الحقيقة نتمنى لهذه العلاقات المزيد من التطور ومزيد من التعاون المستقبلي في شتى المجالات السياسية الاقتصادية وطبعا الثقافية، باعتبارنا اليوم نمثل جهة ثقافية هي وزارة الثقافة والدار العراقية للأزياء اللي تأسست عام 1970 والتي هي دار معنية بإحياء والحفاظ على التراث التاريخي للأزياء العراقية ابتداء من حضارات سومر وأكد وآشور وبابل وبغداد ومرورا بالفلكلور العراقي الحديث الذي يجمع كل مكونات العراق الحبيب. شكرا جزيلا لكوريا وشكرا لكل هذا التعاون وهذه الاستجابة الجميلة من الجمهور الحاضر هذا اليوم. شكرا. 우리 한국과 이라크의 우호 협력 관계가 벌써 30년이라는 세월이 지났습니다. 그리고 특히 우리 그 대통령님께서 우리 이라크와 특별한 애정 관계를 가지고 계십니다. 특별히 이라크의 특별 보좌관이라는 직함을 주셔서 좀 더 교류 활성화를 위해서 직접 노력을 하시고도 계십니다. 제가 올해 세 번 다녀왔는데 이제 이라크가 전쟁이 완전히 끝나고 평화가 구축되고 있습니다. 평화가 오면서 우리 기업과 이라크 간의 다양한 분야에서 교류 협력이 증대되고 있습니다. 제가 이라크에 갔을 때 이라크 또한 무궁한 역사 문화, 자연, 그다음에 에너지 자원 이런 모든 것들을 갖추고 모든 국민들이 하나로 뭉쳐서 평화를 찾고 재건을 하려고 하는 의욕을 보았습니다. 그래서 우리 한국과 이라크가 손을 잡는다면 좀 더 빠르게
이라크 발전하고 서로 간의 우호와 협력 관계를 쌓는 좋은 계기라고 생각이 듭니다. 서로 함께 나아갔으면 좋겠습니다. 이라크가 지금 많은 어려움을 겪고 있지만 한국이 과거 한국전쟁의 참화를 딛고 새롭게 일어났듯이 우리 한국이 열심히 도울 테니까 이라크에 계신 여러분들 힘을 내시고 우리 같이 손을 잡고 힘차게 일어날 수 있기를 기원합니다.